من الأوهام التي حشاها إعلام العسكر في عقول الشعب المصري المسلم إن المؤسسات الدينية مثل الكنائس تعلم الفضيلة وتربي الأجيال الناشئة على الخلق والسلوك القويم، في حين إن بتتبع نشاط هذه المؤسسات وتصريحات قادتها وجدنا أن الكنائس في مصر مهمتها نشر الفاحشة سواء بين المسيحيين أو بين أبناء الشعب المصري المسلم. ونبدأ بالبابا توادروس، المذيع سأله ما السبب في أن الكنيسة طلبت من العسكر أن يقوموا بانقلاب عسكري على الرئيس مرسي ويستولون على الحكم منه. فالبابا قال له أنت عارف أن عندنا في مصر فرق من النساء المتفحشات التي يقفن عرايا تماما أمام الشعب وأمام التلفاز، لا يرتدين سوى الملابس الداخلية فقط، والشعب بيتفرج على أجسادهن وعوراتهن اللي هو فن الباليه. وإزاي أن نظام الأخ مرسي يمنع هذه النساء المتفحشات العاريات أن هم يقفوا بالملابس الداخلية قدام الشعب؟ لابد انقلاب عسكري. لكن في خطر ما، أيوه في خطر ما على مصر. يعني أنا يعجبني مرة التعبير اتقال مصر بتضيع مننا. إيه المؤشرات اللي كانت بتقول إن هوية مصر بتضيع أو بتتغير؟ أولا كم الأزمات الذي حدث، وأزمات على يعني مثلا في الشهور الأخيرة أظن طلعت أزمة الباليه. نعم. وطلع إن مفيش باليه. في الشهور الأخيرة أظن طلعت أزمة الباليه. نعم. وطلع إن مفيش باليه. يعني الكنيسة الأرثوذكسية عملت انقلاب عسكري على الرئيس مرسي لأنها مصرة على أن نساء المسيحيين والمسلمين يلبسوا الملابس الداخلية والناس كلها تتفرج على عوراتهم. ولما تفحصنا الأمر تبين لنا أن الرئيس مرسي لم يمنع هؤلاء النسوة، إنما قال لهم والله اللي عاوزة تقف منكم بملابسها الداخلية قدام الشعب يكون ده على حسابها. في ملف هتلاقيه موجود معك، هتلاقي فيه الأسعار وهتلاقي فيه الأجور اللي بياخدوها عازفي السوليست الأجانب، 72 ألف جنيه في الشهر. الشهر. ولماذا نستورد يعني من الخارج راقصات باليه وما إلى ذلك؟ لا إحنا ليه بنستورد أصلاً أي حاجة يعني؟ ليه بنستورد راقصي باليه؟ نستورد عازفين؟ ليه نستورد كذا؟ هو ده السؤال. اللي إحنا هناك نقص مثلاً في الخبرات المحلية؟ والله يبدو هذا. وأي كلام البابا توادروس؟ البابا شنودة قال والله في المسيحية يا جماعة مفيش حاجة اسمها زي المرأة، تمشي بلبوص تمشي عريانة كله حلال. يعني المهم اللي نطلبه في الفتاه المسيحيه انها تتصف بالعفه وتتصف بالوقار، مش مجرد تلبس كذا ولا كذا. المسائل مش ملابس، مسائل قلب نقي من الداخل وتصرفات نقيه من الخارج. واحد بيقول نلاحظ دائما في مراسم الخطوبة وأكليل الزواج وجود سيدات وبنات بملابس خليعة جدا بما لا يليق بقدسية الكنيسة وسر من أسرارها المقدسة، ويضعن في حرج وانتقاد من أهل العالم. في حالة الزواج كل واحدة عايزة تظهر أنها يعني أجمل الموجودات، دي غريزة عند البنات والستات مالكش دعوة بيها. لكن يعني كلمة خليعة جدا أنت تلام عليها. هما بيلبسوا ملابس يعني جميلة جدا، لكن كلمة خليعة جدا بكلمة قاسية منك أنت شوية. أما موقفنا في حرب وانتقاد مع أهل العالم، ما يعني أهل العالم لما بيجوا في حفل الزواج بيجوا محجبات، برضو بيجوا جمال. أنا مشفتش. عايزني أقول لدون ليه بابا وماما وقداستك هو مقدس أنا مقدس عنه، ده أنا بحترم الكتاب عنه، هو ما بيحترمش الكتاب وهو مش موجود في الكتاب اصلا. يعني كبابا وبطرك ما عندناش في الكتاب المقدس حاجة اسمها بطرك. ووجدنا احد القساوسة الكبار في الكنيسة قال والله يا جماعة المسيحية اصلا ما فيهاش لا حلال ولا حرام، يعني كل واحد يؤمن اللي عاوزه. في المسيحية ما فيش حاجة اسمها حرام وحلال. واتضح ان نشاط نشر الجلاعة والعري بين أبناء الشعب المصري المسلم ليس حصرا أو وقرا،
على الكنيسة الأرثوذكسية وهي الأكبر في مصر، إنما تشاطرها أيضا في ذلك الكنيسة الكاثوليكية التابعة لبابا الفاتيكان. فهذه الكنيسة أسست في مصر المركز الكاثوليكي للسينما. نفتتح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته 62. أقول إن المكان اللي أنا واقف فيه دلوقتي ده ليه فضل كبير عليا، مش عليا لوحدي وعلى أساتذتي. إحنا في شارع عدلي في المكتبة بتاعت المركز الكاثوليكي، وأنا في تانية إعدادي رحت المكتبة وفوجئت بوجود أستاذي فيما بعد جلال الشرقاوي بيعمل بحث، بيعمل ماجستير عن السينما المصرية. فيما بعد هذه القاعة شهدت دعم للسينما المصرية بجد، يعني الأجيال الجديدة يجوز ما عشتش معانا اللي احنا عشناه هنا. وجدنا الأساوسة الكاثوليك الذين صدعوا دماغنا بالأخلاق الحميدة والخلق والفضائل والكلام اللي احنا عارفينه ده. وجدنا الأساوسة جايبين مرة لابسة شورت هي اللي تقدم الحافل، وهم واقفين جنبها مش مكسوفين على دمهم. للدور البناء الأخلاقي في الفنون والإعلام. وجدنا القساوسة الكاثوليك يكرمونا، نساء سفرات عادي، نساء لابسين يعني للركبة عادي. إنما الغريب يا أخي إن لقناهم مدخلين نساء لابسين من جب يعني شبه عرايا، يعني مدخلينهم المركز اللي هو داخل الكنيسة، يعني حتى ما فيش احترام للمكان اللي بيعبدوا فيه ربنا. طبعا الأفلام التي يكرمها المركز الكاثوليكي للسينما وهو منشأ منذ أكثر من 60 عاما كلها أفلام فيها مشاهد الدعارة والخمور والعري، وهي دي المبادئ والقيم اللي الكنائس الثلاث في مصر والعالم بتروجها بين المسيحيين وبين المسلمين. أعطيني 3 من رزائل الليل. رزائل الليل؟ رزائل عالم الليل. كثرة النساء، شرب الخمرة زيادة عن اللزوم، يعني إنسان ياخد كاس أو كاسين، الإسراف من غير، ولو أني أنا برضو يعني صرفت ما عملتش حساب الزمن، بس هما برضو بيصرف في أماكن مش تبذير، يعني تبذير إسراف. مخدرات بيجي مع برضو طبعاً 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 طبعاً. شفتي ناس كبار وعظماء بيتعاطوا الخمر؟ لا مش بس لا 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 بس شفتيون؟ شفتهم. كنت تقولي له انه بلاش؟ بعيط عشانهم، ازعل عشانهم، يعني زعلان لان ده نجم او دي نجمه، يعني شيء مهم بالنسبه لي. كنت بتدخل ضمن مزاجيه الفنان انه والله انا بتعاطى مخدر او لا؟ في اصدقاء سوء كمان. اصدقاء سوء؟ في اصدقاء سوء، في صديقه ليا تجرني للغلط من غير ما ادري. والدخل يلي بيطلعوه يعني الفلوس اللي بيطلعوها بتساعد كمان، بتغذي هال، ما بياخد فلوس اللي هو بيكسبها من شغله بفلوس كويسه جدا وبيصرفها على البلاوي السوداء دي. اذا انتقلنا للكنيسه الانجيليه داخل مصر فحدث ولا حرج، بل وصل بها الامر ان هي تسمح بعمل فيلم سينمائي داخل الكنيسه نفسها، وهذا امر عادي جدا ولا غبار عليه، لكنها سمحت بان يتم مشهد فاضح في منارة الكنيسة نفسها. اكتشفت حاجة تانية خالص. بتعملوا ايه هنا؟ كنا بنصلي. كلنا تذكر منذ عدة سنوات عندما صدرت صحيفة النبأ واعلام العسكر روج لنا خرافة كبيرة قوي ان الصحف دي هدفها اللي هي الكسب والربح والكلام العبيط الأهبل، في حين ان هذا الكلام عاري من الصحة وان هذه الصحف تابعة للكنائس في مصر. فلما حصلت أزمة القس المشلوح وتم إغلاق هذه الصحيفة، صاحب هذه الصحيفة هو ممدوح مهران عمل مؤتمر صحفي كبير كنت أحد حضوره. هذا الرجل قال كلاما غريبا جدا، قال أولا ان هو متربي في بيت مسيحي وانه لما ذهب للمدرسة الثانوية والجامعة كان ساكن عند مسيحيين، وانه صديق شخصي للبابا شنودر، وانه لا ينشر اي شيء عن الكنيسة الا بعد رجوع للبابا نفسه او غيره من الاساقفة هم الذين يحددون ماذا ينشر عن الكنيسة وما لا ينشر عن الكنيسة، وان الكنيسة بتموله بمبالغ مالية. وقال ان المدير المالي والاداري اللي هو ماسك كل حاجة في الجرنان، مين يتعين وكل ما ليه رايح فين وجاي منين،
هو واحد مسيحي اسمه إسحاق روحي، وإسحاق هو المهيمن على كل ما ينشر عن الأقباط وعن الكنيسة. وقال إن رجل الأعمال المسيحي رامي لكح موله بثلاثة مليون جنيه في صورة حملة إعلانات. وقال كمان إن في بنت مسيحية اشتكت منه للبابا شنودة، فالبابا شنودة قال لها ما تقوليش كده على الممدوح مهران، ده مسيحي أكتر منك. وطبعا كتبت هذا الكلام كله ولم ينشر حرف منه، وإنما نشر إيه مسألة الإثارة وإن دي صحف عاوزة توزيع وإعلانات وكلام فاضي. من كل ما سبق يتضح لنا أن الكنائس تزعم علنا أنها تهدف إلى نشر الفضيلة والأخلاق الحميدة وعمل الخير والكلام يهدى، إنما الحقيقة هي باعترافاتهم أن هدف الكنائس هو نشر الخلاعة والمجون والفاحشة بين أبناء المسلمين وأبناء المسيحيين أيضا. وتابعونا في الحلقات المقبلة، سوف نشرح فيها كيف أن تصميم التنظيم العسكري الذي يسمي نفسه جيشا كل دوره يقوم على تنفيذ أجندات الكنائس الثلاث، وهي أيضا أجندات أمريكا والدول المسيحية الغربية. فتابعونا على قناة العالم الأسود العسكر على اليوتيوب، وأيضا على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر.